الحقيقة الواحد مش عارف يبدأ من فين ولا ازاي. خيط حرير يكشف أسرار نابش القبور، والمشترك الأول فيها هو عالم الخرافات والجهل. من المسؤول عن تفاقم هذه الظاهرة؟ وكيف ينتشر الجهل في عصرنا الحديث؟ واحدة ست أصابتني قالت لي أنا عايز شوية رمل من تحت راسي عشان تعرف. خلاص يا عشمت، يلا على الله. أبواب الخاصة بالمقابر بتتسرق، كل حاجة موجودة، بس الأحلى والأسلم اللي هو الخلاص بتاعي. هو الواحد المفروض يقول إيه بعد اللي أنتوا شفتوه ده؟ لازم أنزلها وتخط فوق المية 7 مرات وبعد كده تروح تعيش حياتها، ربنا بيكرمها. فعلوا بنتي لم فعلوا فيها تهتم على شرفها. تعالي ما تخافيش، تعالي تعالي ما تخافيش والله. لا مش نازله. هيطلعي كمية فوق ازاي؟ كان مهزر. اسود ومهبب، دي جثة بجد. نرفع الأقنعة لنصطدم بالواقع في المجتمع المصري. فوقوا يا بشر وصحي قلوبكم، وافتكروا أدميتكم واعتزوا بإنسانيتكم. خيط حرير، الأحد والاثنين من كل أسبوع في الساعة 8 مساء، حصريا على القاهرة والناس.